وصف طلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة امتحان اللغة الإنجليزية الذي عقد صباح اليوم، ولم تصل إلى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أي شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور بخصوص امتحان اليوم. نتابع المزيد في التقرير التالي من مدينة الغردقة. أعرب طلاب الثانوية العامة في مدينة الغردقة عن السهولة النسبية لامتحان اللغة الإنجليزية والذي عقد صباح اليوم، كما أكدوا على انتظام ودقة الإجراءات الاحترازية والتعقيم بصورة أفضل كثيرا من امتحان اللغة العربية الذي عقد يوم الأحد الماضي. كما شهدت اللجان دخول الطلبة والطالبات إلى المدارس عن طريق ممرات آمنة لمنع التزاحم على بوابات الدخول. من مدينة الغردقة نتابع معكم ثاني امتحانات الثانوية العامة النهاردة، كانت اللغة الإنجليزية. نتعرف عليكي؟ رناد. رناد، قولي لي النهاردة الامتحان كان عامل إزاي وأجواء اللجنة بشكل عام كانت إزاي؟ كان الامتحان سهل وأجواء الدخول وكده كانت الإجراءات مظبوطة أحسن من الأول بكتير، وكانوا عاملين حرم نمشي فيه وبيننا وبين كل طالب مسافة، ويعني اتخذوا يعني الإجراءات حلوة قوي. و اللجنة كان عددها 14 زي ما قال السيد الوزير. طب بالنسبة بقى للجنة والتعامل المراقبين معاكم كان ازاي؟ كان شديد شوية وكان في الإجراءات مظبوطة، بس بيحاولوا يطمنوكوا يعني عشان رهبة الامتحانات وكده. كان في عدد كبير من أولياء الأمور برضو ولا كانت الأمور أهدى شوية؟ لا، كانوا قافلين الشوارع من بره، ما منعوا أي ولي أمر يدخل. ده بالنسبة لكم أفضل كتير متهيألي. طبعا. نتعرف على حضرتك. مهندس عباس غزالي. مهندس عباس، احكي لنا النهاردة كان انطباع حضرتك ايه عن الامتحانات، ويمكن دايما أولياء الأمور بيحبوا يتابعوا الامتحانات دايما مع أولادهم. والله النهاردة يعتبر أخف كتير في الضغط عن الامتحان الأولاني، مجرد ما بنبتدي في الامتحانات والعجلة بتمشي بتبقى الأمور أسهل بكتير. هو أول مرة بس، أول امتحان وبتاعه، وبعد كده الأمور بتبقى، والحمد لله لغاية دلوقتي الامتحانين كويسين الحمد لله. النهاردة كان في تنظيم كتير قدام اللجنة أكبر بكتير من اللغة العربية. التنظيم كان عالي جدا النهارده واختلف خالص عن المادة الأولانية. منعوا أولياء الأمور إن هم يقتربوا كتير من اللجنة، يمكن ده كان عامل قلق شوية للطلبة وللمراقبين. خلوهم أبعد عن المرة اللي فاتت بكتير، والطلبة خرجت بدري على طول برضو غير المرة اللي فاتت، فكانت الأمور مفيش زحمة ولا حاجة. باشمهندس، يمكن يعني امتحانات الثانويه العامه السنه دي ليها قلق كبير عشان موضوع كورونا، بالنسبه للاجراءات التنظيم والحمايه والتامين والتعقيم اللي معموله، هل ده طمنكم اكتر كاولياء امور عشان اولادكم يعني ياخدوا الامتحانات بشكل افضل؟ اكيد طبعا، كل ما بتزيد الاجراءات دي احنا بنطمن اكتر ونبقى مطمنين على الاولاد في اللجنه. الاجراءات كانت كويسه. كويسه ممتازه صحراء. كنا معكم منار النجار، رؤوف عبد الحفيظ، طيبة.